عقد أكبر تجمع نسائي للنهوض بأعمال الأسر المنتجة من أجل فتح منافذ تسويق جديدة لها. مشاهدينا، هذا المعرض يستهدف النساء الحرفيات والأسر المنتجة والفتيات العاطلات عن العمل والمطلقات والأرامل من الحرفيات اللواتي يعلن أسرهن. المزيد في تقرير سعود الخلف من جدة. امتزج الماضي بالحاضر في صورة من صور التعاون والتكافل الاجتماعي التجاري. حرفيات سعوديات يكدحن لمد سيدات أعمال ومصممات سعوديات بمواد أولية لإعادة إحياء صناعة الأزياء والأثاث المنزلي وكذلك الحلي، مختوما بجملة صنع في السعودية. هم بياخدوا القطعة هذه بيرسموا عليها الرسم اللي يا نديهم يا من أفكارهم، هم بيرسموا عليها الشكل وبعدين بيشتغلوا عليها. أشياء تراثية، أشياء يعني طبيعة، ورود طبيعة كذا، إحنا نقوم بتطريزها. غرزتنا نستخدم غرزتنا اللف اللي نشتغل فيها. أنا أخذتها يعني عن حريم كبار بالسن يعرفون الغرزة دي وأنا تعلمتها منهم. أم مناور الخمسينية شاركت في المعرض كمعلمة لحرفة السدو، وترى أن على فتيات الجيل الجديد تعلم حرفة وإن كنا حاصلات على شهادات عليا. والله وانا احبها الحين ان البنات يتعلم انها لو ان درست عالي ولو انهم موظفات يتعلم انها ويجعل لها لهن كالرصيد، لان الانسان محتاج عمل يده. ام يوسف تعلمت صناعة الخوص في 70 لتكون لها عوضا عن ابنائها وهي في 70. تعمل ام يوسف بتركيز وبحث بين اوراق سعف لا تعرف للعقوق طريقا، حتى يظل ما تصنعه متماسكا أطول مدة ممكنة، وترى بها كيف تكون صلة الرحم التي فقدتها من خلال عناق السعفات بعضها بعضا. فهمت ما لله الله برقم الخلق، لأم ولا أبو ولا أبو لا والله، ودار النجاة عندك عيال أم يوسف؟ لا والله، عيال الحريم هالحين، ما العيال هلنكو والله صاد، هل ما عندي سد. يراهن السعوديون على إحياء حرف انقرضت في ظل اقتصاد النفط والوظائف الحكومية، لكن التأريخ يؤيد المثل الشعبي على الأصل دور. سعود الخلف، العربية، جدة.